حققت مولودية الجزائر فوزا ثمينا على ضيفها فريق شبيبة القبائل بهدف وحيد في اللقاء الذي احتضنه ملعب عمر حمادي ببلوغين لحساب الجولة 9 من بطولة الرابطة الأولى المحترفة. وعرفت المباراة في الدقائق الأولى منافسة شديدة بين الفريقين ما خلق العديد من الفرص السانحة للتهديف ولكن بدون جدوى. واستمر الصراع بين الفريقين إلى غاية الدقيقة 29 أين رجح يحيى شريف لاعب الكناري السابق الكفة، ولكن هذه المرة لصالح فريقه الجديد مولودية الجزائر بعد توغل ناجح لزميله سايح. ومع بداية الشوط الثاني عاد فريق مولودية الجزائر للدفاع تاركا السيطرة للشبيبة، ولكن كل محاولتها المتكررة باءت بالفشل في ظل استماتة الدفاع والحارس جميلي في الدفاع عن مرمى العميد نظيفة. ومع هذا فإن بوغاش العائد من إصابته والذي دخل المباراة كبديل في الشوط الثاني قد هدد مرمى الشبيبة رفقة مسجل الهدف الوحيد في المباراة يحيى شريف في العديد من المرات، وذلك من خلال الهجمات المرتدة. اليوم كانت المباراة مفتوحة والفريق كان مضبوط ولعبنا كرة جميلة، لولا التسلل أمام المرمى لكنا أقرب أحسن إلى التعادل أو الفوز. الحمد لله هذا الماتش هذا كان صعيب بزاف، وكما لعبكم كاع لعبنا مع فريق كبير، مي الحمد لله حنا ثاني بينا بلي فريق كبير وحققنا نتيجة إيجابية سي لي طروا بوا سي ليسونسيال، هذا هو الصح. الحمد لله نعطي أن غرو ماتش سبورتيغ إتي ديغيغ نو لو بوبليك. وبفضل هذا الفوز الثمين يتقدم العميد إلى الصف الثاني مناصفة مع فريق شبيبة قسنطينة ب17 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الرائد وفاق سطيف.